بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض دلوقتي شابتر 7 اللي هو الكوست مانجمنت. الكوست مانجمنت بيبدأ من بيج 231 لغاية 270 في البيب بوك إصدار السادس. زي ما قلنا وبنقول كل مرة، بنبص على الفيديو، بعد كده بنتبع السلايدز، بنبص على الفيديو تاني، بنكتب النوتس بتاعتنا، بعد كده بنفتح البيب بوك ونبدأ نقرأ الصفحات دي سرد سريع، بعد كده بنرجع للأسئلة ونبدأ نشوف الأسئلة بتتحل إزاي. يبقى أنت كده خلاص شاطر 100%، ممتاز جدا. قبل الامتحان بأسبوعين أو ثلاثة بتبدأ تراجع الورق ده اللي أنت كتبته بخط إيدك اللي هو على السلايد ديت، لأن هو ده المصدر الوحيد بعد كده للمراجعة فقط لا غير. صعب إنك تراجع من أي حاجة تانية، الوقت ده بيبقى ضيق جدا، أنت عايز توحد معلومتك مش عايز تشتت نفسك. أنا بس بحاول أوضح الكلام هو يمكن أو بتغيير بعض الإكسبريشنز، ولكن عشان أأكد نفس المعلومة. على بركة الله، الكوست مانجمنت بتنقسم إلى 4 بروسيس. أول بروسيس اللي هو كالعادة اللي أنا بعمل البلان بتاعتي بتاعت الكوست مانجمنت، دي في مرحلة البلان أكيد. بعد كده بعمل استيميشن للكوست بتاعت الأكتيفيتيز الموجودة عندي، برضه مرحلة بلانينج. بعد كده بعمل ديترماين للبادجت، برضه مرحلة بلانينج، بحدد الميزانية بتاعت المشروع. آخر حاجة خالص طبعا، لأن كل نولج أريا بيبقى فيها كنترول تبع مرحلة المونيتور كنترولينج، فطبعا عندي هنا كنترول كوست. ممتاز. ده منظر عام للأربعة بروسيسز اللي عندنا في النولج اريز ديت، هي البلان كوست مانجمنت، واللي بخرج منها الكوست مانجمنت بلان. زي ما قلنا كلمة بلان بتيجي في الآخر، يبقى كوست مانجمنت بلان. بعد كده بخش على الاستيميت كوستس. الاستيميشن بتاعتي بعمل استيميشن كالمعتاد زي ما اتعلمنا في الاسكادول، استيميشن بالانالوجز والبارامتريك والبوتوم اب والستريت بوينت والكلام ده كله احنا خدناه قبل كده وعارفينه، هنعيد عليه النهارده تاني سريعا وهنقوله بسرعه. المهم ان بطلع من العمليه دي بطلع الكوست استيميتس وبطلع البيزس اوف استيميتس، ايه هي الاساسيات او الاسس اللي على اساسها عملت الاستيميشن. تالت حاجه بعمل ديترمان للبادجت، منها بطلع الكوست بيز لاين. طبعا الكوست بيز لاين يا جماعه عامل زي السكادول بيز لاين، عامل زي السكوب بيز لاين، حاجه من الحاجات التلات حاجات دول ما ينفعش اغيرهم مهما حصل الا بتشينج ريكويست رسمي، تشينج ريكويست رسمي، لان انا بغير في حاجه مهمه جدا في المشروع، حاجه ثابته من الثوابت، تمام كده. وطبعا زي ما قلنا الكوست بيز لاين زيه زي السكادول زي السكوب بيز لاينز، دول كلهم بارت من البروجكت مانجمنت بلان، من الخطه العامه لاداره المشروع، تمام كده، ما هماش دوكيمنت عادي يعني. اخر حاجه خالص كنترول للكوستس، بعمل ازاي تحكم فيها للكوست، وطبعا اكيد بطلع فيها بطلع الورك بيرفورمانس انفورميشن زي ما اتعودنا، وبطلع كمان تشينج ريكويستس اللي هو التغييرات لو انا عايز اغير، لو لقيت نفسي في انحرافات عن الكوست بتاعه ميزانيه المشروع، انا قليت، انا في عندي مشكله، عندي مشكله في الريسورسز مثلا تكلفتها اعلى شويه، فبضطر اغير في الكوست بيز لاين وبالتالي اطلع تشينج ريكوست. بص معايا كده، اول عمليه اللي هي عمليه البلان كوست مانجمنت اللي هي بلاننج بروسيس، اكيد اكيد نفس الكلام وبنوحد كلامنا اللي هو هاو you can plan and manage the and control the costs. ازاي انت هتقدر تعمل التلات حاجات دول، هتبلان هتخطط ليها ازاي، هتنفذها ازاي، هتتحكم فيها ازاي، اللي هي مين الكوست اللي انت بتتكلم عليه، تمام كده. الكي بينفيتس كالعاده هو برضو هاو، تمام كده. الفكره كلها يا جماعه الفكره كلها هاو، انت ازاي يعني اي بلان خلقها ربنا انت بتخرج منها حاجه واحده اللي هي هاو ازاي هتعمل ازاي، انما لا تتضمن شيء، ما تتضمنش ارقام، ما تتضمنش اسماء، ما تتضمنش معلومات، ولكن بتتضمن رولز بروسيدرز هنمشي عليها عشان نقدر ننفذ عمليات ما بتبقى من عمليات الكوست. نفس الكلام في السكادول، نفس الكلام في السكوب، نفس الكلام في الكوميونيكيشن، وفي كل حاجه جايه بعد كده. يبقى طالما قلت بلان يبقى الكي وورد بتاعتي ها. طبعا كالعاده performed once or at predefined points، طبعا يتعرف مره واحده في المشروع او عند اي نقط انا بقول ان لازم اعيد تعريف الكوست مانجمنت بلان تاني فيها، نتيجه اني دخلت في فيز جديده، نتيجه ان انا غيرت في مسار المشروع وهكذا. كالعاده الانبوتس احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، مفيش اي مشكله خالص. الاساسيات بتاعتي الانبوتس متاح لمدير المشروع بياخد منها اللي هو عايزه. التولز والتكنيك كالعاده
برضو الاكسبرت جادجمنت بيخش معايا في الاعتبار، داتا اناليسيس والميتنجز اللي هم بطلع في الاخر كوست مانجمنت بلان. الاوتبوتس زي ما قلنا كوست مانجمنت بلان بتتضمن ايه، ايه اللي جواها، الحاجات دي كلها زي ايه الليفل اوف اكيرسي اللي هو معدل او درجه الدقه. عندي ثلاث انواع يمكن يكونوا مذكورين في الاصدار الخامس، محل الاصدار السادس ما لهوش فوكس قوي ولكن الافضل تبقى عارفهم. الرف اوردر اوف ماجنيتيود استيميت دي يا جماعه بتبقى في مرحله الانيشيتنج، من اسمها كده انا بعمل استيميشن بفرايتي عاليه جدا تمام، تكاد تصل 75 ل 25% بلس والماينس تمام كده حلو، يعني الاكيورسي اللي هو الدقه بتاعتها. نفس الكلام البادجت استيميت ودي بعملها في حاله البلاننج تمام كده، اللي هي المرحله اللي انت فيها دلوقتي مرحله البلاننج تمام كده، وبتبقى من 25 لماينس 10%. وهنا الديفينيت استيميت بمرحله الاكسكيوتنج وما بعدها اللي هو الكلوزنج، ودي بتبقى ادق مراحل لان خلاص المشروع اتكشف بالنسبه ليا، وتبقى ديت بلس 10 ماينس 5 او بلس ماينس 10، وطبعا مش ممكن يجوا هما الاثنين اختيار مع بعض فواحده فيهم بس بتيجي تمام، ودي الادق طبعا واضح 10 وماينس 5 تمام. ايه تاني بتتضمنه كوست مانجمنت بلان؟ قال لك اليونتس اوف ميجر وحدات القياس، كنترول ثري شولز اللي هي حدود التحكم، امتى تدخل وامتى ما تدخلش، امتى المشروع يبقى سيف او مش سيف، يبقى لازم اعمل تشينج ريكويست او اعمل اعاده دراسه تمام. الرولز بتاعه البرفورمانس مانجمنت اللي هي ايه، اللي هو الكوست فاريانس والكوست بيرفورمانس اند، كل دي هناخدها كمان شويه ما توجعش قلبك بيها قوي تمام كده. ريبورتنج فورماتس ايه هي الفورمات اللي اقدر اطلع بيها الريبورتس، يبقى ده كوست مانجمنت ودي مكوناتها. ركز بس في الحته دي عشان بيجي عليها بعض الاسئله. نخش على العمليه الثانيه، عمليه الاستيميت كوست وهي مرحله البلاننج كالعاده. الاستيميت كوست ازاي اقدر تكلفه الاكتيفيتيز بتاعتي، بمعنى انا والله قلت ان انا عندي هبني مبنى فهطلع بالاساسات، الاساسات ديت ايه؟ شدة خشب، بعد كده رمية حديد او اوضح الحديد، بعد كده استلم الحديد، بعد كده ارمي الخرسانة، بعد كده استلم الخرسانة، اشك الخرسانة، تشك يعني واعمل اختبارات المعتادة عليها، بعد كده ابدا اشد شدات الدور اللي بعده، الاعمدة، البلاطة، وهكذا الكمرات وهكذا. تمام؟ كل واحدة من دي الاستيمتس بتاعتها. الاستيمتس بتاعتها بكل ما تحويه كلمة استيمتس يعني التقدير، بمعنى بقدر العمالة المطلوبة، بقدر الماتيريالز الموجودة، بقدر المصنعية، بقدر لو جبت فيندر مثلا هيعمل لي اختبارات للموقع، هيسحب مثلا عينات من الموقع هيعمل لي اختبارات ليها، كل ده لازم تبقى ملم بيه واخده في الاعتبار، هو ده الاستيمت يا جماعة للكوست. تمام، يبقى هي ايه ديفولمينج ان ابروكسيميشن اوف ذا كوست تمام كده، بتطور للابروكسيميشن اوف كوست اللي هو التقدير التقريبي اللي احنا عاملينه للكوست تمام كده. من الريسورسز نيدد تو كومبليت بروجكت ورك، ذا كي بينيفيتس اوف ذا بروجكت از ذات از ديترماين ذا مونيتري ريسورسز ريكوايرد فور ذا بروجكت. الفكره كلها الهدف الرئيسي منها ان هي بتحدد التكلفه الماديه للمشروع تمام كده. طبعا البروسيس ديت بتتحول ثرو اوت ذا بروجكت از نيدد تمام كده، از نيدد مهمه جدا يا جماعه تمام، لان ممكن يخش عليا اكتيفيتي جديده فاز نيدد لما انا احتاج اروح مدخلها ثرو اوت ذا بروجكت از نيدد، ودي مهمه قوي تمام. طبعا هنا لو بصينا على التكنيك والتولز هنلاقيه اللي هو الانالوجز والبارامتريك والبوتوم اب والثري بوينت والسيرف اناليسيس، كل اللي احنا خدناه في السكادول وهنقوله بسرعه سريعا برده النهارده. والاوت بوتس بتاعتي هو الكوست استيميتس والبيزس اوف استيميتس. ادي التولز والتكنيك نفس اللي احنا قلناه قبل كده، قلنا ان الانالوج استيميت الانالوجز استيميتس ده يا جماعه لما الاقي كلمه هيستوريكال داتا ولما الاقي سيميلر بروجكتس، ده انا باخد من البروجكتس القديمه تمام كده وبشتغل عليها، وطبعا ده فاست استيميتنج مهمه جدا الكلمه دي، وبيعمل بيديني لو اكيورسي دقة قليلة جدا، وبيديني لو كوست، طبعا بيديني لو كوست مش بيديني قيمة قليلة ولكن هو تكلفته قليلة، يعني عشان اعمله ما بتكلفش كتير، انا برجع لمشاريع قديمة سيميلر للمشروع بتاعي وبطلع منه، عندي هيستوريكال داتا بشتغل عليها وسيميلر بروجيكتس بشتغل عليها. هنا بشتغل لما يكون الانفورميشن قليلة جدا، ليميتد انفورميشن. خلاص ده يبقى ده انالوجز. نخش على بارامتريك، بارامتريك يا جماعة بيشتغل باليونت ريت. تمام كده؟ بيشتغل باليونت ريت.
estimating the duration or cost of activity or a project using historical. تمام كده الهيستوريكال داتا تمام والاذر فاريبلز هي دي الكلمه يا جماعه المهمه. هنا هيستوريكال داتا اكيد هيستوريكال داتا الاثنين معلومات قديمه موجوده في الشركه، ولكن هنا اذر فاريبلز، اذر فاريبلز تمام كده انما هي سيميلر بروجكتس. هنا في الفرق هنا بقى تمام. ايه الاذر فاريبلز ديت؟ لما يكون قلت لك اليونت ريت، اليونت ريت اهي اليونت ريت، متر مسطح اللي متر سكوير، متر سكوير تايم كوست تمام كده. انا بتكلم على سكوير فيت، ايا كان ايا كان هي من وحده قياس انا باخدها. إيه مثلا نفترض ان المشروع الثاني اللي هو ايا كان المشروع اللي هشتغل عليه، والله المتر بتاعه متر الخرسانه كان بعد تكعيب وتربيع والحاجات الكتيره قوي ديت، تخلصت ان المتر مكعب بتاعه سي مثلا تكلفته 2000 جنيه. الكلام ده زمان طبعا، دلوقتي المتر ممكن يوصل 3 و4 متر مكعب خرسانه. اخد الكلمتين دول وابدا اشتغل على مشروعي، اكعب خرسانه مشروعي واضرب في تكلفه المتر اللي انا عرفتها من المشروع السابق وكده. انما السيميلر بروجكت لا يا جماعه، ده انا باخد كوبي بيست مشروع زي ما هو برمته، عشان كده الاكيورسي بتاعته قليله جدا، انما ده الاكيورسي اعلى منه شويه، لان باخد يونت ريت وابدا احدد على مشروعي. انما ده في اللقطه دي انا ما بشتغلش، ما بجيبش اصلا داتا عن مشروعي انا شخصيا، لا انا بشوف مشروع قريب منه. زي مثلا بعمل مدرسه، فبشوف مدرسه قديمه تمام كده، قال لك والله المدرسه اللي انا بعملها ديت زي مثلا مدرسه 20 متر في 20 متر 30 50 متر في 50 متر مثلا، دي المساحه بتاعتها. المدرسه القديمه اللي انا هرجع لها السيما بروجكت بتاعها كان مثلا 60 في 60. اذا 60 في 60 وايه علاقتها ب 50 في 50؟ ده هي اكبر منها بحاجه بسيطه، هوب نسبه وتناسب، هوب جبت قيمه مين؟ المدرسه الجديده. ايه رايك؟ ده صح؟ لا ما يصحش طبعا، لان في ارتفاعات وفي فصول وفي الكاركترستكس بتاعه الفصول، السبيكس بتاعتها، ممكن الفصول اللي هناك في المشروع القديم تكون فيها تكييفات دي لا ما فيهاش، او العكس وهكذا، يبقى الاكيرسي بتاعتها قليل. انما هنا يا جماعه لا، انت بتفصص المشروع القديم وتاخد منه يونت ريت تعدل على المشروع الجديد بتاعك، تستخدمها في تحديد تسعير المشروع بتاعك. فطبعا دي ادق شويه من اللي قبلها. الموتوب اب استيميتنج زي ما قلنا دي انا بحتاج يا جماعه، ادي الكي وورد بتاعي الورك بريك داون ستراكشر، وعرفنا ايه هو الورك بريك داون ستراكشر تمام كده، وان الاكيرسي بتاعتها عاليه جدا، دي مهمه قوي. نخش على التولز والتكنيك الرابعة اللي هي 3 point estimating، وقلنا قبليه كده عليها، ولكن هنا بتزود واحدة في حالة الـ uncertainty والريسك لما يبقى عالي. أنا بشتغل على 3 point estimating. خلي بالك من حاجة إن هما طريقتين، triangle distribution formula دي linear تمام، والتانية curve اللي هي البيتا أو بيريت distribution formula، دي أكتر دقة يا جماعة. يعني لو ما قالش في الامتحان مين في السؤال بتاعه، ما قالش استخدم مين، فبتستخدم المعادلة دي. لو ما قالش، لو قال اللي هي linear أو triangle distribution formula يبقى لازم تستخدم المعادلة دي، اللي هي ببساطة خالص الاستيميتنج بتاعك بيساوي ال most likely plus ال optimistic plus ال pessimistic الكل على 3. لو رحت هنا الاستيميتنج بتاعك بتساوي نفس الكلام optimistic pessimistic plus 4 مرات ال most likely الكل على 6. ما هو دول مجموعهم ادي 1 و4 و1، ادي كده 6، يبقى مجموعهم على 6. انا هنا بعظم الموست لايكلي، بعظمه تمام، ودي اسمها بيتا او بيريت ديستريبيوشن فورمولا، ودي الطريقه بتاعتها بتمثل على هيئه كيرف تمام كده، ودي اكتر دقه طبعا، واللينير احنا فاهمينها قبل كده قلناها تمام كده. نخش على ما تبقى من الداتا التولز والتكنيك الداتا اناليسيس. هنا ريسيرف اناليسيس احنا قلنا عليه قبل كده يا جماعه، ريسيرف اناليسيس اللي هو الكونتنجنسي والمانجمنت ريسيرف، وقلنا الكونتنجنسي ريسيرف ده بارت من بيز لاين تمام كده، ودايما تحت مسؤوليه وتحت تصرف البيم البي ام اللي هو البروجكت مانجر. انما المانجمنت ريسيرف ما هوش جزء من الكوست بيز لاين تمام كده، هو جزء من البادجت، جزء من البادجت ولكن ليس جزء من بيز لاين تمام كده، برافو. وهو مش مسؤوليه البي ام، ولا تحت مسؤوليه البي ام، ولا تحت تصرف البي ام، ولكن تحت تصرف التوب مانجمنت كنترول، تحكم الاداره العليا تمام كده، هي اللي بتوافق او ما بتوافقش دخوله او خروجه او التصرف فيه. ريسيرف المانجمنت ريسيرف مهم قوي. هنا مقارنه بسيطه بينهم زي ما عملنا قبل كده، ادي الكونتنجنسي هو جزء من بيز لاين، هو اندر البي ام كنترول، نون وان نون، كلام سليم. روح الناحيه الثانيه المانجمنت ريسيرف ما هواش جزء من الكوست بيز لاين، ولا هو
تحت البي ام، ولكن هو تحت مسؤوليه وتصرف التوب مانجمنت، وفي نفس الوقت انون انون، انا مش عارف خالص، مش ممكن يكون عارف اي حد عارف اي حاجه من الحاجات ديت خالص. انفورسين وركس، عمل غير معلومه غير مرئيه، تمام كده. ان كيس ذير از ا نيد فور ات، تمام كده، لو انا محتاجه في وقت من الاوقات لازم اعمل تشينج كنترول بورد ماست بي ابلايد، لازم يا جماعه اعمل الامر بتاع التغيير او طلب التغيير تشينج ريكويست بشكل رسمي، فورمولا واضحه صريحه، انا محتاج 1 2 3 4 ولازم انفذ المانجمنت ريسيرف، ابدا اتصرف فيها يا وافقوا يا ما وافقوش. العمليه الثالثه الديترماين بادجت اللي هي بلاننج بروسيس كالعاده. ديترماين بادجت يا جماعه هي ببساطه خالص، اللي فاتت كانت استيميت للكوستس، انا بحدد. طب انا عايز اعمل ديترماين البادجت اللي هو ميزانيه المشروع ككل، اخد الاستيميت دي الاستيميت ديت وابدا اجمعها، تمام كده، لغايه ما اطلع ميزانيه واحده للمشروع، تمام كده. حلو قوي، كلام جميل. طب قال لك دي بيرفورمنس ثرو اوت ذا بروجكت، طبعا ديت بتتعمل ثرو اوت ذا بروجكت، ببساطه خالص انا بعمل ميزانيه للمشروع، ميزانيه المشروع بعملها ثرو اوت ذا بروجكت ليه؟ لان انا كل ما انا شغال كل ما يبقى عندي تعديل، تمام كده، وبالتالي ميزانيه المشروع رايحه جايه رايحه جايه، ففيها دايما تعديل اول باول، فلازم تاخدها في الاعتبار. هنا الموضوع بسيط جدا، الانبوتس ما هوش ايشو مهم عندي قوي، ولكن المهم عندي انك تعرف ان الريسيرف اناليسيس اللي انا قايله من شويه هيخش برضو هنا ويتطبق في الاعتبار، لان هنفهم دلوقتي من لوحه معينه هوريها لك هتفهم منها ازاي المانجمنت بتخرج بره الكوست بيز لاين، ولكن مانجمنت ريسيرف بتضاف على كوست وتديني البادجت بتاعه المشروع. في حاجه مهمه هنا كده وبتيجي عليها مسائل، او مش مسائل، سؤال في الامتحان اللي هو فاننج ليميت ريكونسليشن، مهم قوي وهبينها دلوقتي. بعد كده الكوست بيز لاين هو الاوت بوت الرئيسي والمهم عندي، وده واحد من اهم البيز لاينز الموجوده، هما ثلاثه زي ما قلنا، واحد من اهمهم. ادي التولز والتكنيك، فاننج ليميت ريكونسليشن ايه هو ده؟ ضبط حدود التمويل. يعني ايه؟ اي مشروع يا جماعه، اغلب المشروعات اللي في العصر الحديث بتاعنا بيتم عن طريق تمويل بنكي. البنك والله بيفهم المشروع، بيشوف الكيس بتاعتك بالكامل، البيزنس كيس بتاعتك، الفيزابيلتي ستادي بتاعتك، وبيبدا يعمل لك تمويل. التمويل ده تقريبا بيبقى في حدود 80 90% من قيمه المشروع، ممكن ساعات بيبقى 100% تبع الديل وتبع الفوائد اللي هتتاخد على الكلام ده. بعدين بيقول لك والله بناء على اللي انت عامله ده انا هصرف لك كل شهر كذا، او هصرف لك كل سنه كذا، او هصرف لك كل فيز كذا، يبقى في تمويل بشكل معين، في سكادول للتمويل. نفترض ان انت اخليت بالسكادول ده، او حصل مشكله في التمويل، مشكله في المشروع، يعني المشروع اتاخر نتيجه التصاريح بتاعه المشروع وقفت، فاصبح البنك بيديك فلوس وانت ما بتعملش بيها حاجه، والبروجريس في المشروع قل، فالبنك من حقه يقف لانه خايف على فلوسه، لان انت كان مش هتقدر تسدد. هي دي المشكلة. أو العكس، أو العكس، أنت مثلا اشتغلت وخلصت الفلوس في حاجة، زي مثلا اداك الشهر ده فلوس، أنت أخدتها صرفتها في حاجات أقل من البروجرس، تمام كده؟ وجيت الشهر اللي بعده تاخد، فالبنك بيعمل أوديت عليك، بص ما فيش فلوس، الله، وبعدين؟ ما فيش بروجرس موجود على أرض الواقع، أنا بديك فلوس وما فيش بروجرس، إحنا كده أخلينا بالسكادول بتاعنا، يبقى كده البنك لازم يقلق، البنك بفلوسه مش هابهازارد كده، مش كلام فلا، لازم كل قرش رايح فين وجاي منين. ايه الحدوته بقى؟ السؤال المهم ايه؟ لو ذكر ان المالك هيوقف المشروع، تمام كده، نتيجه مشكله تمويل او نقص في الاموال، ايه الاجابه بتاعتك؟ انت تعمل ايه كبي ام؟ هو السؤال ده بيجي كده بيقول لك والله انت كبي ام لو حصل عندك مشكله والمالك لقيته بيقول لك انا هوقف المشروع عشان عنده مشكله في التمويل او فلوسه قليله، تعمل ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما تطبق الفكره دي اللي هو فاندنج ليميت ريكونسليشن اللي هو الضبط اعاده الضبط، او تعمل ريسكادول للبروجكت اكتيفيتيز، تعيد تظبيط السكادول بتاعك بحيث الانشطه اللي هي تكلفتها عاليه واللي ملهاش فلوس دلوقتي ممكن تاجلها، ممكن ترحلها، تعيد السكادول. انما في اجابه من الاجابات يا جماعه بتبقى اربع اجابات، هم دول الاجابتين اللي واحده فيهم ان شاء الله تنفع، مفيش مشكله، ومش ممكن يجوا هما الاثنين. في اجابات ثانيه لئيمه كده يقول لك ايه، اعيد الاستيميشن بتاع الكوست. لا، مفيش حاجه اسمها اعيد الاستيميشن بتاع الكوست. ايه الكلام الفارغ ده؟ وانا كنت عامله اي كلام ولا ايه؟ لا طبعا، لا طبعا، تمام. يبقى ما لو انت عيدت الاستيميشن بتاع الكوست، يقول لك السبونسر مثلا طلب منك تعيد الاستيميشن بتاع الكوست، صح ولا غلط؟ لا طبعا غلط، السبونسر مالوش انه يتدخل في حاجه زي كده، ولو طلب مني حاجه زي كده يبقى انا غير كفء ان انا عملت استيميشن في الاول، تمام. فطبعا دي بتبقى ايه، زي السم في العسل كده، لا طبعا ما تتغرش بيها. طيب
هنا برضو ريسيرف اناليسيس زي ما قلنا في شابتر 6 وزي ما قلنا من شويه، هي نفس الفكره بالظبط. طيب الاوت بوت بتاعك اللي هو الكوست بيز لاين، وقلنا الكوست بيز لاين يا جماعه بيتكون هو الابروفد فيرجن من الكوست، واللي هو التشينج اونلي ثرو فورمال تشينج كنترول بروسيدجرز اللي هو تشينج ريكوست يعني، وهو بيزس فور كومباريزون، هو القاعده الاساسيه اللي نعمل كومباريزون مع الاكشوال ريزلتس اللي موجوده في الواقع. بشوف الكوست بيز لاين وبشوف الاكشوال ريزلتس وبشوف انا فين، انا فين من الميزانيه بتاع المشروع، انا فوقيها ولا تحتها، انا عليها نفسها ماشي معاها صح 100% ولا مش ماشي معاها اصلا والدنيا باظت خالص والمشروع خرب وهكذا. وبقيم نفسي واعمل الاكشنز المطلوبه سواء كانت بريفنتيف اكشن للمستقبل او كوركتيف اكشن للواقع اللي انا فيه. تمام كده. في نفس الوقت الكوست بيز لاين ده بارت اوف ذا بروجكت مانجمنت بلان زي ما قلنا من شويه. هنا الصوره دي بتوضح حاجه مهمه قوي، بتوضح لك ان ادي المشروع، ادي البروجكت بادجت، ادي ميزانيه المشروع او كلها بتتكون من ايه؟ من حاجتين، كوست بيز لاين والمانجمنت ريسيرف. كلام جميل. ايه الكوست بيز لاين؟ بيتكون من ايه؟ بيتكون من الورك باكج كوست استيميتس زائد كونتنجنسي ريسيرف اللي هم بيسموه في بعض الاحيان ايه؟ كنترول اكاونتس. كلام جميل. الورك باكج نفسها بتتكون من الاكتيفيتي كوست استيميتس والاكتيفيتي كونتنجنسي ريسيرف. انا يهمني الحته دي، ده وعلاقته بده وده وعلاقته دول، اهم حاجتين عندي ان هو كوست بيز لاين ما هو الا كونتنجنسي ريسيرف والورك باكج كوست استيميتس، انما البادجت بتاعه المشروع هو الكوست بيز لاين واضيف عليها المانجمنت ريسيرف. كلام جميل، كلام جميل جدا. نفس الكلام اللوحه ديت بس بشكل اخر. تمام، احنا لو شفنا هنا فاندنج ريكويرمنتس تمام كده ازاي بتطلع ستيب باي ستيب، هو بيسلمك ستيب باي ستيب، وانت عليك ان الكوست بيز لاين لازم تلمس مع القواعد بتاعتهم. تمام كده، والمانجمنت ريسيرف بتبقى اعلى من الكوست بيز لاين وبالتالي بتوصل للتوب اللي هي البروجكت بادجت. تمام، كلام جميل. خش معايا بقى يا معلم على العمليه الرابعه، ودي ركز فيها وسيب قلمك وسيب الورق وسيب كل حاجه، لان اللي احنا داخلين عليه دلوقتي ده سؤال مضمون في الامتحان. ما هو السؤال؟ هو في حدود 5 اسئله مضمونين جدا في الامتحان، ده غير الاسئله مسائل واسئله كمان. فسيب اللي في ايدك وركز معايا، لو لقطت اللقطه ديت وفهمتها مره واحده الموضوع خلص. انا عايز اتكلم في ايه؟ هعمل ازاي كنترول على الكوست؟ اول حاجه العمليه دي بعمل كنترول على الكوست ليه؟ بعمل مونيتورنج، بعمل مراقبه. تمام كده، تمام. وازاي امانج التشينجز اللي بتحصل في الكوست بيز لاين؟ يبقى المونيتور كنترول كوست هي مراقبه الكوست طول المشروع، واعمل مانج للتشينجز اللي مطلوبه للكوست بيز لاين. لما يكون مشروعي خارج حدوده بعمل كوست ريكويست، تشينج ريكويست. فبعمل التشينج ريكويست ده بنفذه ازاي؟ اعمل مانجنج ليه. تمام كده، تنفيذ ليه. تمام. تاني حاجه، طبعا احنا اتفقنا ان اي كنترول او مونيتورنج بروسيس لازم تتعمل بتبقى سواء اوت ذا بروجكت، لانها بتبدا من دي 1 في المشروع لغايه اخر يوم في المشروع، فالمونيتورنج كنترولنج اغلبهم بيبقى سواء اوت ذا بروجكت. بص معايا كده، التولز والتكنيك هنا في حاجات معينه هتيجي عليها اسئله، هتيجي عليها اسئله يعني شئت او ابيت هتيجي عليها اسئله، زي حاجه اسمها الارنت فاليو اناليسيس، حاجه اسمها الفاريانس اناليسيس، الترند اناليسيس، والريسيرف اناليسيس، والتو كومبليت بيرفورمانس اندكس. اخر حاجه خالص اللي هي الاوت بوت بتطلع حاجه اسمها الورك بيرفورمانس انفورميشن كالمعتاد، لان بتخش حاجه اسمها وورك بيرفورمانس داتا. كلام جميل، وقلنا قبل كده الكلام ده كذا مره. طيب نروح كده واحدة واحدة بقى في التولز والتكنيك، وركز معايا. تحليل القيمة المكتسبة اللي هي الـ Earned Value Analysis، وركز معايا. إيه الحدوتة؟ الحدوتة أنا عايز أوجد لنفسي تولز معينة أقدر أشوف مشروعي ماشي صح ولا ماشي غلط. التولز ديت، الأدوات ديت بتبدأ من الـ Planned Value. سي في اليوم رقم 35 من المشروع، انا عايز اعمل تقرير عن الحاله العامه للمشروع، حاله المشروع دلوقتي. المشروع ده ماشي مع البادجت صح؟ ماشي خارج البادجت؟ ماشي داخل البادجت؟ بايه ظروفه؟ واخبار السكادول ايه كمان؟ انا مش عارف اخبار التايم سكادول بتاعي. اعمل ايه؟ عندي اكتر من حاجه. اول حاجه اسمها بلاند فاليو، بي في بلاند فاليو، هي قيمه ما هو مخطط له بالمشروع عند زمن معين. امسك الخريطه بتاعتي، امسك الجدول الزمني، وامسك البي او كيو اللي هو البيل اوف كوانتيتيز، واشوف تكلفه انا في التايم ده تكلفتي كام. تمام كده، هو في الوقت المعين اللي انا واقف عنده دلوقتي تكلفتي البلاند بتاعتي كام. تمام، سي مثلا انا المشروع كان ب 100,000،
أنا في 30% من المشروع، يبقى 30 ها 1000. تمام كده، أنا في الوقت 30% من المشروع، تمام، يبقى 30000. ده البلاند بتاعه. نفترض إن هو ماشي شهر بشهر ويوم بيوم متساويين كلهم مع بعض، افتراض. طيب إيه الإيرنت فاليو بقى؟ ها الإي في، قال لك قيمة ما تم تنفيذه واعتماده بمستخلص المشروع عند زمن معين. ركز بقى، ركز بقى في الحتة دي مهمة قوي. ما تم تنفيذه واعتماده بمستخلص بالمشروع عند زمن معين، يعني ايه؟ انا زي ما قلنا احنا في 30% من الوقت دلوقتي، اعتبرنا ان البلاند فاليو 30%، لو احنا ماشيين يعني ان السيكونس بتاع الصرف هو بالظبط، او التكلفة كل يوم بيوم زي بعض. طيب الان فاليو هي معناها انا نفذت حاجة في المشروع وعملت عليها مستخلص، وكلمة مستخلص دي مهمة قوي، يعني اعتمدتها ان هي فعلا تم تنفيذها وطلعت بيها مستخلص. هو قيمة المستخلصات دي، بمعنى انا نفذت 20% من المشروع وطلعت بيها مستخلص، هي دي الارنت فاليو. طب تمام كده، واضح الكلام، هي دي الارنت فاليو، قيمتها قد ايه بس، ماشي كده. يبقى لازم العمل يكون خلص وطلع بيه مستخلص في عند الزمن اللي انا بحسب عنه. الاكشوال كوست اللي هي دي بعد حدوته كبيره، ايه هي؟ انا بشوف انا صرفت قد ايه في المشروع لغايه دلوقتي، ما هوش البلاند فاليو بس، لا 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 لا، ولا الايرنت، لا 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 لا، هي مختلفه. بروح للمحاسب اقول له انا لغايه النهارده صرفت قد ايه مرتبات، قد ايه معدات، قد ايه موبلايزيشن، شاي شاي وقهوه، اكراميات، نقل، شحن، ها 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 ها، لغايه يومنا ده. يعني الاكشوال فاليو دي يا جماعه، الاكشوال كوست الاي سي، انا بروح للمحاسب بتاع المشروع، لو سمحت اديني رقم انا صرفت لغايه كام النهارده، كام لغايه النهارده في المشروع. خلاص دي ما بتعبش فيها، ما فيهاش حدوته، هي المحاسب بتاعي في المشروع طلع لي قيمه اللي انا صرفته لغايه النهارده بالورقه والقلم، يروح مجمعها ومطلعها، رقم كبير اكيد طبعا. طيب نخش على تاني حاجة، الـ Variance Analysis. أنا كده عرفت الـ Earned Value Analysis، خلاص الـ Variance Analysis إيه هو بقى؟ بستخدم القيم التلاتة اللي أنا قلت عليهم شوية دول عشان أطلع أربع حاجات أقدر أعرف منهم أنا فين في المشروع. أول حاجة اسمها الـ Schedule Variance، الانحراف اللي بيحصل، تمام، التباين اللي بيحصل في الوقت، تمام. الـ Schedule Variance بيساوي الـ Earned Value ناقص الـ Planned Value. خلي بالك من حاجة، إن كلهم يا جماعة هتلاقيهم ايرنت فاليو في الاول، ايرنت فاليو في الاول، ايرنت فاليو في الاول، ايرنت فاليو في الاول، تمام. طيب سكادوال فاريانس، السكادوال بتربطها بالبلاند فاليو، بالبلاند فاليو، تمام كده، السكادوال بتربطها بالبلاند فاليو. لو طرحت الاثنين من بعض، الايرنت فاليو والبلاند فاليو، هيطلع لك قيمه يا بلس يا ماينس يا زيرو. ركز معايا، لو انا الايرنت فاليو بتاعتي اعلى او اكبر من البلاند فاليو، ده معناه ان انا نفذت شغل وطلعت في المستخلص اكتر من الشغل اللي انا اصلا عامله تخطيط في نفس الوقت، ده معنى ان انا عبقري. طبعا لو طلع الرقم موجب يبقى انا عبقري، يبقى انا كده مسابق الوقت، مسابق الجدول الزمني. طب لو اقل يبقى انا اقل من الجدول الزمني، متاخر. طب لو بالظبط الاثنين صفر طرحهم ببعض بيساوي صفر، يبقى انا ماشي على جدول الزمن في حذافيره. طب الكوست نفس الفكره، الكوست فاريانس، الارنت فاليو القيمة اللي أنا طلعتها في المستخلصات ناقص اللي أنا صرفته فعلا في المشروع لغاية النهاردة من عند المحاسب، جبته لقيت إن أنا طلعت في المستخلص زي مثلا طلعت رقم لقيت نفسي صرفت أقل منه، يا سلام ده أنا عبقري طبعا، يبقى أندر بادجت، يبقى أنا لغاية دلوقتي أندر بادجت، رقم أنا عالمي كده. طب لو أكتر، طلع بالماينس هنا، هنا بقى أوفر بادجت، أنا كده عديت الميزانية. طب لو أون بادجت، ممتاز، ده بيساوي ده. طيب في حاجه ثالثه اسمها السكادول بيرفورمانس اندكس، هنا بدل ما كنت بطرح انا بقسم بقى، هنا اسمه ها، وبرده ان فاليو الاول السكادول، يبقى قلنا ايه؟ بلاند، ايوه الله ينور عليك، يبقى في المقام بتحط بلاند فاليو، صح كده. طب والكوست تبقى ايه؟ اكشوال كوست من اسمها. طب السكادول بيرفورمانس اندكس، ايرنت فاليو على بلاند فاليو، وقلنا هنا بقى القيمه ما بتطلعش بقى سالب وموجب، لا لا لا، دي اسمها، يبقى ايه؟ اكبر من واحد او اقل من واحد او بتساوي واحد. لو اكتر من واحد كالعاده يبقى ده اعلى، وطالما الارنت فاليو اعلى من البلاند فاليو ده معناه ان انا عبقري، يبقى هيد اوف سكادول، انا معدي السكادول، انا ممتاز، انا سابق السكادول. طب لو اقل من واحد يبقى بيهايند سكادول، انا متاخر عن السكادول، متاخر عن الوقت.
طب لو بتساوي واحد يبقى انت اون سكيل. نفس الكلام بالنسبه للكوست، لو اكتر من واحد انت اندر بادجت، انت ممتاز عامل شغل حلو قوي اقل من الميزانيه بتاعه المشروع تحتها. لو اوفر بادجت في حاله لو كانت اقل من واحد انت كان ان فاليو قليله وانت صرفت هنا اكتر، فالرقم بيطلع هنا اقل من واحد يبقى انت اوفر بادجت. لو بتساوي واحد يبقى انت اون بادجت ممتاز. ايه تاني؟ تحليل الاتجاه اللي هو ترند اناليسيس، دي تالت حاجة عندي. ببساطة خالص انت بتشوف بتمتحن او بتختبر البروجكت بيرفورمانس اوفر تايم تو تشيك اف ذا بيرفورمانس از امبروفينج اور ديتريوريتنج. يعني ايه؟ انت الترند اناليسيس يا جماعة هو انت بتشوف البيرفورمانس بتاع البروجكت مع مرور الزمن هل هو بيتحسن ولا بيسوء؟ واضح؟ واضح. في أربع حاجات للترند أناليسيس، أربع حاجات. أول حاجة Estimate at Completion EAC، Estimate at Completion تمام؟ أدي المعادلة بتاعتها. Estimate at Completion بتساوي الـ Actual Cost plus إيه بقى؟ Remaining Works. دي كده يعني Remaining Works. Budget at Completion ناقص الـ إيه؟ Earned Value. Budget at Completion ناقص الـ Earned Value تمام كده؟ المعادلة دي بتطبقها، المعادلة دي عشان اطلع الاستيميت ات كومبليشن، كلهم استيميت ات كومبليشن. المعادلة دي بتطبقها في حالة ان الفيوتشر وركس ويل بي كومبليشد ات ذا بلاند ريت، ات ذا بلاند ريت على نفس التخطيط بتاعي. طيب لو الاستيميت ات كومبليشن بتساوي البادجت ات كومبليشن على الكوست بيرفورمانس اندكس، لو انا الكوست بيرفورمانس اندكس ديت اكسبكت تو بي ذا سيم فور ذا ريمايندر اوف ذا بروجكت، لو الكوست بيرفورمانس اندكس هو قال لي كده ان هي متوقع ان هي تبقى زي ما هي تمام كده لما تبقى من المشروع ماشي كده. طب تالت حاجه استيميت ات كومبليشن نفس الكلام بتساوي استيميت ات كومبليشن بلس ما تبقى من اعمال على حاصل ضرب ال سكيلد بيرفورمانس اندكس في الكوست بيرفورمانس اندكس. ده لما يكون جايب سيره في السؤال، جايب سيره الكوست بيرفورمانس اندكس والسكيلد بيرفورمانس ان هما انفلونسز بيأثروا على ريمينج وركس، بيأثروا على ما تبقى من عمل. رابع حاجه الاستيميت ات كومبليشن برضو بتساوي الاكشوال كوست بلس البوتوم اب استيميت او بوتوم اب استيميت تو كومبليشن. ايه اللي انا بقوله هنا ده؟ هي الفكره كلها بتعني ان الحساب بدقه من جديد لما تبقى من اعمال المشروع معتمد على طريقه دقيقه، بمعنى ان انا هعيد الشغل بتاع التسعير تاني تمام كده نتيجه ان حصل تغيرات او انا شكيت في حاجه معينه كمدير مشروع فهعمل بوتوم اب. بوتوم اب يا جماعه لو احنا عارفين واحده من الطرق الاساسيه والمهمه واللي بتديني نتائج عاليه جدا لانها بتعتمد على الورك بريك داون استراكشر. الورك بريك داون اللي هو دبليو بي اس تمام كده. فهنا بقول الاستيميت ات كومبليشن الاستيميشن اللي هو التقدير عند انتهاء المشروع بتساوي الاكشوال كوست اللي انا في الوقت الحالي فيه زائد من هنا اعيد اللحظه اللي انا فيها دي اعيد لنهايه المشروع، من هنا لغايه اخر المشروع اعيد التسعير من اول وجديد واعيد التقييم من اول وجديد عشان اجيب التكلفه عادله اللي هي بوتوم اب استيميت تو كومبليشن من اللحظه دي لغايه ما انهي المشروع. كلام جميل. خش معايا تو كومبليت بيرفورمانس اندكس. تو كومبليت بيرفورمانس اندكس دي واحده من الحاجات المهمه قوي بتيجي عليها امتحان. التو كومبليت بيرفورمانس اندكس يا جماعه هي ببساطه خالص هي expressed as a ratio of the cost to finish the outstanding work to the budget available. بمعنى حاصل قسمه remaining works على remaining fund، حاصل قسمه ما تبقى من اعمال على ما تبقى من اموال. ما تبقى من اعمال قلنا قبل كده budget at completion ناقص الاستيميت الايرنت فاليو. الريميننج فاند تمام كده اللي هو ما تبقى من اموال هو حاجه من اثنين، يا بادجت اكوموليشن ناقص الاكشوال كوست او الاستيميت اكوموليشن ناقص الاكشوال كوست. بمعنى هنقول دي امتى ودي امتى دلوقتي، بس المعادله ديت لو طلعت اكتر من واحد يبقى انا صعب اكمل، وحشه وحشه. لو طلعت اقل من واحد سهل اخلص المشروع ده. ده جود ركز ليه يا جماعة. الأعمال المتبقية تكلفتها وهنا الأموال المتبقية، لو تكلفة الأعمال المتبقية أكتر من الأموال المتبقية الناتج هنا يكتر واحد يبقى أكتر من واحد، يبقى أنا صعب أكمل المشروع، يبقى أنا كده هصرف أكتر من الأموال اللي عندي. باي باي.
طب لو العكس، هصرف أقل من الأموال اللي عندي، يبقى ده معناه إيه؟ عشان أخلص المشروع هصرف هنا أقل من هنا، يبقى الرقم هنا يطلع لي إيه؟ أقل من واحد، يبقى أنا مية مية، ممتاز، جود. طيب إمتى بقى أستخدم المقام ده أو ده؟ هنا أور أهي، ده أو ده. قال لك والله تستخدم ده، تمام كده؟ لو هو بيقول البادجت ات كومبليشن ناقص الاكشوال كوست، لو انا هستخدمها في المقام اهي ديت، خدتها في المقام عندي. The efficiency that must be maintained to complete the play on plan، تمام كده؟ هو بيقول هنا ان لو ادى efficiency، الكفاءة that must be maintained، هي هتتنها زي ما هي الكفاءة المشروع والتقييم بتاع المشروع ممتاز من اول لاخر، وبالتالي انا مستمر وهعتمد على البادجت اكومبليشن. طب لو قال في السؤال ان الافشنسي ماست بي مينتين تو كومبليت ذا كارنت استيميت ات كومبليشن، بمعنى لو هو قال لي ان البادجت ات كومبليشن استبعدها، قال نصا كده استبعدها واعتمد لي على الاستيميت ات كومبليشن، يبقى انا كده بيقول لي ببساطه خالص البادجت ات كومبليشن اللي اتعملت في اول المشروع خالص للبادجت ات كومبليشن، البادجت بتاع المشروع، تمام؟ لا دي استبعدها لو سمحت، لان هي حصل تغيرات في المشروع وبالتالي ما بقتش ايه الاكيرسي بتاعتها عاليه، واستخدمي الاستيميت ات كومبليشن، تمام كده؟ فباخدها احطها هنا في المقام عندي، اوكي؟ والاسئله طبعا هتوضح كل ده. في عندي حاجه ثانيه اللي هي الاستيميت تو كومبليشن، استيميت كومبليشن، تمام كده؟ اللي هي الاكسبكتد كوست تو فينيش اول ذا ريميننج وركس، تمام كده؟ استيميت تو كومبليشن، ايه هي التكلفه عشان انهي المشروع؟ عشان انهي المشروع تو كومبليشن بتساوي الاستيميت ات كومبليشن ناقص الاكشوال كوست. ببساطه انا بعمل استيميت ات كومبليشن، تمام كده؟ ايه هي تكلفه اللي انا متوقعها عند النهايه ناقص اللي انا صرفته في الوقت الحالي، هتجيب لي تكلفه من الوقت الحالي لغايه ما انهي. فهمتوها كده؟ كلام سليم جدا. طيب في عندي حاجه ثانيه اللي هي فاريانس ات كومبليشن، فاريانس ات كومبليشن اللي هي الفي اي سي، فاريانس ات كومبليشن اللي هي الديفرنس بتوين ذا بادجت ات كومبليشن اند ذا استيميت at completion. variance at completion ببساطة هي الفرق ما بين التكلفة اللي أنا حسبتها في بداية المشروع، ميزانية المشروع، ناقص التكلفة اللي حسبتها بعد كده بناء على الاناليسيس اللي أنا عملتها اللي هي الاستيميت at completion. budget at completion ناقص الاستيميت at completion. وببساطة خالص لو طلعت البادجت at completion أعلى، يبقى ده معناه إن أنا إيه؟ بلس، تمام كده؟ وأنا 100 100، لأن أنا عامل أصلا الميزانية دي في أول المشروع خالص، تمام؟ طب لو طلعت ماينس، يبقى انا كده اوفر بلاند كوست، انا كنت مخطط مش صح، يبقى انا عندي مشكله، او مخطط صح ولكن عندي مشكله في الميزانيه. طب لو طلعوا الاثنين متساويين يعني الناتج صفر، يبقى انا كده صفر، يبقى ممتاز قوي، يبقى انا كده اون بلاند كوست، على الخطه بالظبط. وبكده يا جماعه نكون احنا خلصنا الكوست مانجمنت شابتر اللي هي شابتر 7، الحمد لله خلصناه نفس اللي احنا قلناه بالظبط، بنطبع السلايدز، بنكتب الملاحظات بتاعتنا عليها بالعربي، بنفهمها واحده واحده، بنقراها مره واثنين، بنخش على البين بوك وبنقرا الصفحات ديت، وبعد كده بنبدا نرجع للاسئله ان شاء الله. هتلاقي الموضوع بسيط جدا، اهم حاجه في الشابتر ده الاسئله بتاعته اللي بتيجي ميرلي على العمليه الاخيره اللي هي الكنترول كوست، وعلى الاسئله المسائل بتاعتها، فالمعادلات دي تتحفظ. احنا حاولنا نسهلها قدر المستطاع، احفظها مره واثنين وثلاثه، نحل عليها مره واثنين، لان في خمس اسئله عليهم حرام يروح. شكرا لكم، سلام عليكم.